السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الثاني الثانوي، معاكم فيديو جديد النهاردة بنكمل فيه ما بدأناه من شرح منهج الترم الثاني. النهاردة الحلقة والحصة رقم 7 هنشرح فيها حاجة مهمة جدا وهي التهجين، وما هي أنواع التهجين وشروطه وإزاي تتعرف على نوع التهجين بسهولة. طيب يعني إيه تهجين؟ التهجين بسهولة خالص هو تداخل أوربيتالات ذرية بها إلكترونات مفردة من ذرة واحد، يبقى هنا وبتكون كمان متقاربة في الطاقة. يبقى احنا عندنا هنا التهجين بيحصل في تداخل اوربيتالات ذرية بها الكترونات مفردة من ذرة واحدة وبتكون متقاربة في الطاقة لينتج عدد من الاوربيتالات، لينتج عدد من الاوربيتالات المهجنة بيساوي عدد الأوربيتالات النقية الداخلة في التهجين. هنا شباب عنده أكتر من مصطلح لازم تبقى عارفه. يعني إيه أوربيتالات نقية؟ تعال بقى كده نتكلم مع بعض. أدا أوربيتالات نقية، إيه هي الأوربيتالات النقية؟ S B D F، دي اسمها أوربيتالات ذرية نقية، أوربيتالات نقية ذرية. في عندنا بقى اوربيتالات مهجنة، دي اللي هنتكلم عنها النهاردة، وفي اوربيتالات جزيئية ان شاء الله هنتكلم عنها بعد كده. يبقى التهجين، لو انا جيت اسألك ايه هو التهجين، هتقول لي التهجين هو تداخل اوربيتالات ذرية. تهجين تداخل اوربيتالات ذرية، مالها بقى الاوربيتالات ديت؟ قال لي في نفس الايه، في نفس الذرة. تداخل اوربيتالات ذرية بها الكترونات مفردة من ذرة واحدة. يبقى اول شرط، لو هسألك على اول شرط من شروط التهجين، هتقول لي ان الاوربيتالات اللي تدخل في التهجين تكون في ذرة واحدة. طيب تاني حاجة تكون الاوربيتالات ديت الكتروناتها مفردة. تالت حاجة تكون متقاربة في الطاقة. رابع حاجة دخل في التهجين اوربيتالين ينتج من التهجين اوربيتالين، دخل في التهجين 4 يطلع من التهجين 4. طيب يبقى ده تعريف التهجين وشروطه في نفس الوقت. طيب عاوزين ناخد مثال يا مستر يوضح الموضوع ده. انا عندي في تهجين، انواع التهجين بقى، انواع التهجين 4. يبقى احنا لو جينا نتكلم على انواع التهجين هنقول انواع التهجين كام نوع؟ 3 انواع اللي احنا ندرسهم، يعني في اكتر من نوع ولكن احنا ندرس 3 انواع. عندي التهجين الاولاني اسمه SB3. تهجين SB3 بينشأ ازاي؟ من تداخل اوربيتال من الاس مع 3 اوربيتالات من البي، فالمحصلة بتاعتنا بيكونوا كام؟ 4، واسميهم SB3. زي مين كده؟ لما يبقى عندي ال 2S وال 2B، ال S ده هو في اوربيتال وال 2B في كام اوربيتال؟ في 3. لو حصل تداخل ما بين الاربعة يبقى احنا عندنا تهجين من النوع SB3. طيب الاوربيتالات ديت قبل ما تتهجن بيبقى شكلها كده، بيبقوا التلات اوربيتالات بتوع البي طاقتهم اعلى من الاوربيتال بتاع مين؟ الاس. طيب بعد ما بتهجنوا بيكونوا متساويين في الطاقة، بينتج 4 اوربيتالات متساويين في الطاقة. طبعا بنسميهم بالاسم بتاعهم SB3 عشان نعرف ان احنا عندنا دخل في التهجين اوربيتال من الاس وتلاتة من الايه؟ من البي. طيب لو انا عاوز اشوف النوع التاني من التهجين، النوع التاني من التهجين اللي هو SB2. طب ال SB2 ده بينشأ ازاي؟ ال SB2 ده بيبقى عبارة عن تداخل بين اوربيتال من ال S و 2 اوربيتال من ال B. طبعا احنا عندنا ال B بيبقى كده، هنا كده الالكترون 2 3 4. هقول له احنا عاوزين نعمل تداخل ما بين التلاتة دول بس اللي هما متقاربين في الطاقة، اللي هو ال S وال B X وال B Y. طب والبي زد مش هيدخل في التهجين. طب دول لما ينتجوا من التهجين هيبقى اسمهم ايه؟ SB2. طب هيبقى شكلهم ايه؟ هيبقى كده، التلاتة اللي اتهجنوا مع بعض
واللي ما تهجنش طاقته اعلى منهم اللي هو مين؟ البي زد. يبقى احنا عندنا كده ده تهجين من النوع اللي هو اس بي 2. دول كده هيبقوا 4 الكترونات مفردين بس منهم واحد غير مهجن. طيب لو احنا قلنا عاوزين تهجين بقى من النوع الاخير اللي هو هندرسه السنه دي اللي هو التهجين اس بي. تهجين اس بي يبقى احنا عندنا اوربيتال واحد من الاس هيتداخل مع اوربيتال من البي، يعني احنا عندنا الشكل كده، ده الاوربيتال بتاع الاس وده التلات اوربيتالات بتوع البي. هنقول احنا عاوزين اتنين بس يتداخلوا، فيتداخل الاس مع اقرب واحد ليه اللي هو مين؟ البي اكس، فيعمل لنا اتنين اوربيتال مهجن اللي هم الاس بي دول، ويبقى عندنا اتنين اوربيتال متهجنوش هيبقوا طاقتهم اعلى اللي هو مين ومين؟ البي واي والبي زد. تمام كده؟ طيب يبقى احنا عندنا دلوقتي التهجين كام نوع؟ التهجين 4 انواع، 3 انواع، كل مرة اقولك 4 واحنا عندنا 3 بس. يبقى التهجين اللي احنا درسناه هيكون كام نوع؟ 3. نقول الاس بي 3 والاس بي 2 والاس بي. طيب اهم حاجة بقى لما يجيب لي مثال في الامتحان ويقول لي نوع التهجين هعرفه ازاي؟ بص يا ريس، اول حاجة هتعمل محصلة لأزواج الإلكترونات الحرة والمرتبطة. إذا المحصلة طلعت 4 يبقى التهجين بتاعنا اس بي 3. بمعنى ايه؟ عند مركب زي المثال مثلا اللي هو سي اتش 4، ها لو جيت اكتب الصيغة بتاعته يبقى ايه؟ اي اكس 4 عنده كام زوج ارتباط؟ 4. طب عنده كام حر؟ ما عندوش، يبقى المحصلة بتاعتنا 4 يبقى اس بي 3. لو انا جيت بقى على مثال تاني زي المية اللي هو اتش 2 او، طيب ال اتش 2 او الصيغة بتاعته اي اكس 2 اي 2 عنده 2 زوج حر وعنده 2 زوج ارتباط، المحصلة كام؟ 4. المحصلة 4 يبقى برضو التهجين بتاعه اس بي 3. لو احنا جينا على النشادر ان اتش 3، ها لو انا جيت اقول لك النشادر هيبقى الصيغه بتاعته هي تقول لي اي اكس 3 اي، طب ده واحد حر و3 ارتباط يبقى المحصله ك 4، يبقى التهجين بتاعنا ايه؟ اس بي 3. لو انا جيت لك بقى على البي اف 3 هتقول لي الصيغه بتاعته اي اكس 3، يبقى المحصله بتاعت ازواج الحره كام؟ الحره والمرتبط طبعا ما عندوش حر عنده مرتبط 3، يبقى المحصله بتاعتنا كده كام؟ 3. اذا كانت المحصله هتبقى 3 يبقى التهجين اس بي 2 زي مين؟ زي الـ AX3، زي بقى قلنا الـ BF3 الـ BCL3 الـ BBR3 عندك كمان الـ BH3. كل ده التهجين فيه هيبقى SB2 زي اللي هو بياخد الشكل مثلث ايه؟ مستوي، زي كمان الـ SO3 لأن احنا عندنا الـ S كده تبقى عاملة 3 زوج رابط مع مين؟ مع الاكسجين، وطبعا ده بنعتبره زوج واحد رابط. يبقى اي حاجه مثلث مستوي يبقى المحصله بتاعتها 3 يبقى التهجين فيها اس بي 2. طيب امتى بقى يبقى اس بي؟ يبقى اس بي لو الشكل بتاعه خطي والمحصله بتاعته 2 زي مين؟ زي السي او 2 اهو، زي البي اي اف 2، زي ال بي اي سي ال 2، زي كمان المحصله 2 بي اي بي ار 2. كل ده خطي والمحصله بتاعته بتبقى 2، فيبقى التهجين بتاعنا من النوع اس بي 2. طيب يبقى احنا كده عرفنا ازاي يعني ايه تهجين، عرفنا شروط التهجين، عرفنا انواع التهجين، عرفنا ازاي نتعرف على التهجين. انتظرونا بقى في شرح تهجين المسان والإيثيلين والإستيلين في الحلقة القادمة. بتوفيق يا شباب في ما قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.